بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة أكلات أم محمود. إن شاء الله بإذن الله أخواتي وحبيبي هعمل لكم صنف حلو دلوقتي الأول، وبعد كده هعمل لكم طريقة نوع حادق. فإن شاء الله هعمل لكم اللي هو المهلبية. المهلبية إن شاء الله من مطبخي المتواضع. فهنبتدي دلوقتي بإذن الله. حطيت طبعا أنا اللبن على النار بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دلوقتي أنا حاطة عبارة عن كوبايتين لبن، حضفت لهم طبعا ملعقتين لبن نيدو، لبن بودرة يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، عشان إيه يديله دسم زيادة، تمام؟ بدل إيه هنضيف ملعقتين سكر. بسم الله الرحمن الرحيم، ملعقتين كده تبقى إيه 3 ملاعق سكر، تمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، ونسيبهم كده إيه يغلوا لغاية ما يدوب السكر، السكر واللبن مع بعض على البارد أنا حطاه، تمام؟ وابتدى ندوب فيه لغاية ما يبتدي يغلي. دلوقتي أنا هجيب إيه، هجيب النشا طبعا، هجيب النشا. بسم الله الرحمن الرحيم، النشا عبارة عن، بسم الله الرحمن الرحيم، ادي ملعقة، ادي ايه ملعقتين نشا اهو، كملتها الملعقتين، تمام؟ وندوبهم، ندوبهم على البارد. بسم الله الرحمن الرحيم، نضيف لهم مية، شوية مية كده اهو، مية باردة من الحنفية، وندوب النشا تمام على البارد لغاية ما ايه تبتدي تغلي المهلبية، ماشي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محمد يا رسول الله، يا سيدي صلى الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا حبيبي يا رسول الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم كده. ده بالنشا طبعا اهو، مفيش اي حاجة. هنستنى لغاية ما ايه يبتدي يدخل اللبن هو والسكر ولبن البودرة في الغليان، بعد كده ايه نبتدي نضيف عليهم النشا. بسم الله الرحمن الرحيم، تمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدي نشوف ايه اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدى يدوب داب السكر، داب السكر اهو، دلوقتي بعد ما حطينا اللبن والسكر اللي حطينا ملعقتين لبن نيلو عشان يديله ايه يديله دسم زياده، تمام؟ هو ايه طبعا ايه لسه على بال ما يدخل مرحله الغليان. بعد كده هنا النشا معانا، النشا طبعا مدوبينها احنا بميه من الحنفيه، مش ميه سخنه، ميه بارده، ميه عاديه خالص، لغايه ما يبتدي يغلي. وبعد كده ايه نبتدي نصبه على الخليط اللي هو اللبن اللي معانا على النار والسكر ولبن النيدو. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خلاص اخواتي وحبايبي معايا ان شاء الله، ان شاء الله يعجبكم الفيديو باذن الله. لو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعيل الجرس باذن الله. خلاص يا حبايبي، وانا دايما بشكركم على تدعيمكم لي لقناتي الصغيره المتواضعه، وكلامكم الحلو اللي بتبعته لي، وارجو ان شاء الله انكم انتم تكونوا جنبي دايما، لانكم انتم اللي هتكبروني بصراحه، ومشاركتكم لي وكلامكم الجميل اللي بتدعموني
خلاص هيبتدي اللبن في الغليان عشان خاطر ايه نضيف النشا ان شاء الله باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وضفنا ايه اللبن في الوقت ده، ما نبطلش تقليب عشان ايه ما يكلكحش الخليط، تمام؟ نقلب فيه لغايه ما يجمد باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله. ابتدى يجمد الخليط. يغلي بس كده عشان ايه نبتدي نصبه بعد كده اهو، هيبتدي يغلي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم. نضيف هنا ايه طبعا الفانيليا. بسم الله الرحمن الرحيم. عند الغليان عشان ايه الريحه بتاعتها ما تروحش. بسم الله الرحمن الرحيم. الريحة جميلة، ريحة الفانيليا وريحة اللبن ريحة جميلة. جربوه إن شاء الله هيعجبكم، إن شاء الله هيعجب أولادكم بإذن الله. وإن شاء الله تبعتوا لي إيه، بعتوا لي لايك وشير إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. غلى كده هنبتدي إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. نطفي عليه. يبتدي نطفي عليه كده اهو. ممكن عادة تخليه شوية يبتدي يبرد، يهود شوية من النار. ماشي، عايزة تصبيه على طول استني بس شوية عشان خاطر ايه دقيقتين بس كده نقلب فيه عشان ايه يبتدي يبرد شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي نصبه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. شوية شوية عشان بسم الله الرحمن الرحيم. نجمع الصودا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عندك مكسرات. بسم الله الرحمن الرحيم. ده فول سوداني. فول سوداني انا هرساء دقاق. بسم الله الرحمن الرحيم.
ضيفي اي حاجه، عندك جوز هند، عندك فستق، عندك اي حاجه، عايزه تحطي كريم شانتيه اللي موجود عندك ممكن تحطيه. وادي ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ادي كده ايه طبق المهلبيه. هعمل لكم ايه الصنف الثاني اللي هو عباره عن ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل عليه وسلم. دلوقتي هعمل لكم اللي هو الاندومي، هعمل لكم اللي هو الاندومي في البيت، بسم الله الرحمن الرحيم. تمام اهو، حطينا ميه في الحله تغلي. تمام، نحط حطينا الحله فيها شويه ميه طبعا ايه عشان تغلي، عشان نحط ايه الاندومي، نحط طريقة عمل الاندومي. نحط ملعقة ملح، تمام، نحط سنة كاري، ممكن نحط ايه سنة كاري، حتة كاري صغيرة يعني اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تمام، بعد ما تغلي هنبتدي نجيب ايه لغاية ما تغلي، نقلب دي هنحط شوية زيت صغيرة، بسم الله الرحمن الرحيم، ملعقة نص ملعقة بس كده اهو. بعد كده نجيب ايه كده، نجيب معانا المكرونة، مكرونة الاسباجيتي لغاية ما تغلي المية، نقلب كده نشوف عشان خاطر لو كان الملح ما تابش، لغاية ما تغلي اهو. تمام، تغلي المية. انا هنا معايا المكرونة هقسمها على نصين، في ناس بتخليها سليمة تبقى طويلة قوي، تمام، انا هعملها على نصين بس وهتديكي نفس الشكل. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم اهو، اقسمها بنفس في النص كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم اهو النص. تمام، وادي ايه ادي اهو النص الثاني، ماشي، ادي اهو اهو ماشي. تمام تمام، على بال ما تغلي ايه تغلي الميه، ليه لما نسقط المكرونه ما تحطيش المكرونه والميه بارده لغايه ما تغلي. وهي جربت تغلي، جربت تغلي الميه، تمام، عشان ايه نسقط المكرونه، ماشي.
منورين يا اخواتي يا حبايبي، منوريني والله، وانا بكبر بيكم، وانا بشكركم على تدعيمكم على وقفتكم معايا، وبشكركم على الكلام الحلو والتعليقات الجميله اللي بستناها. وانا بصراحه ببقى على فارغ الصبر ان انا اتقابل معاكم واتكلم معاكم، وانا نفسي اقدم لكم حاجات كتير بصراحه تنور رضاكم وتعجبكم. وانا بشكركم جدا على تدعيمكم ليا في قناتي المتواضعه البسيطه. بسم الله الرحمن الرحيم. تبتدي تغلي الميه عشان ايه نسقط المكرونه. ماشي. نصفي المكرونة نبدأ. طريقة الأندومي دي طريقة بتعمليها طريقة بسيطة وحلوة ومضمونة، وانتي مطمنة عليها ياكلوها أولادك وانتي مطمنة عليها. غير الأندومي طبعا اللي بيشتروه من برا الأولاد، دايما بيحبوه الأولاد بيحبوا يشتروه، لكن لما انتي الحاجة اللي بتعمليها ببيتك غير الحاجة اللي بيشتروها من برا. على الأقل انتي عارفة مصدرها ايه، عارفة صلاحيتها، غير أي حاجة بتشتروها العيال من برا. فدايما الحاجة اللي بيحبوها حاولي تعمليها لهم في البيت، هي مش هتكلف عليكي لا وقت ولا هتكلف عليكي حاجة، كل حاجة موجودة في البيت يعني تقدري تعمليها لهم. هتبتدي تغلي المية خلاص اهو عشان نبتدي ايه نسقط المكرونة ان شاء الله. خلاص هبتدي اسقط خلاص اهو المكرونه دخلت في الغليان، هتبتدي اهو في الغليان هتبتدي تقلب الميه، وعندما قلبت الميه نسقط المكرونه طبعا. ماشي. انا طبعا ايه كسرت المكرونه بالنص. بسم الله الرحمن الرحيم. واللي عايز يخليها ممكن سليمه خالص ممكن يخليها سليمه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو اهو ماشي. بس وسيبيها ما تقلبيش فيها ولا اي حاجه لغايه ما تغلي تمام. وبعد كده نبتدي ايه نبتدي ندخل في المرحله الثانيه اللي هي ايه طريقه الجزء الثاني بتاعها.
اللي هي طريقة التجهيز بتاعة الأندومي، الأندومي البيتي مش أندومي المحلات، لا الأندومي البيتي اللي أنت تعمليه لأولادك وأنت مطمنة، بنفس البهارات ونفس التحويجة اللي بيعملوها في الأندومي. بسم الله الرحمن الرحيم. انتقلي اشتغلي المكرونة زي الناس. ابتدت تغلي ايه المكرونة لغاية ما ايه تستوي، عشان نبتدي نصفيها وندخل في المرحلة الثانية بتاعتها. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة يا حبايبي يا إخواتي، وأنتم منورين منوريني دايما والله، وأنا بحبكم في الله. خلاص جربت تستوي المكرونة عشان نبتدي نصفيها ونقول لكم على إيه الجزء الثاني اللي هو بتاعها إن شاء الله. بس ما تنسونيش يا حبايبي يا إخواتي، ما تنسونيش لو عجبكم الفيديو وجربتوه وعجبتكم، ما تنسونيش باللايكات والشير والتعليق بتاعكم الجميل اللي بستناه. تمام، وانا بشكركم بشكركم لتدعيمكم قناتي المتواضعة، قناة ام اكلات ام محمود، قناة اكلات ام محمود. انا بكبر بيكم يا اخواتي. المرصة
ده طبعا الليمون المخلل، الليمون المزعفر طبعا. طب اوريكم طريقته بصراحه، ده ملهوش اسبوعين عاملاه. تمام، عباره عن ايه، ليمون وحطاله جزر طبعا زي ما انتم شايفين، ضيفاله جزر، ضيفاله فلفل، فلفل اخضر، وضيفاله جزر مقطع قطع قطع، وفي كمون حب اللي هو ايه، اللي هو حبه البركه يقولوا عليه، حبه البركه ما اعرفش في البلاد العربيه الثانيه بيقولوا ايه عليه، اللي هي ايه. طبعا انا عاملاها سليم، مش مقطعاه، مش شقاه ولا حاجه، مش حشياه ملح، يعني انا مخليها سليم وحطاه وضيفاله اللي هي المحوجات بتاعته. فانا هوريكم دلوقتي بعد ما اخلص هوريكم الليمون وهو سليم، ويقعد على كده يقعد سنه بالشكل بتاعه ده. فانا هوريه لكم باذن الله بعد ما اخلص الطريقه دي، هوريه لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وادي المكرونه جربت تستوي خلاص، اهو اهو جربت تستوي، عشان ايه ندخل في المرحله الثانيه بتاعتها. ماشي حبايبي يا اخواتي، ماشي. المكرونة عشان صغيره بس، اهو المكرونة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اهو المكرونة، اهو غلوة كمان عشان ايه نبتدي نصفيها، نبتدي ندخل في المرحلة التالية. نختبرها، نختبرها لو شفنا، لا سنة كمان، سنة صغيرة عشان ما تبقاش ايه ناشفة. يلا خلاص على كده، خلاص هي على كده. ماشي نبتدي ايه نصفيها.
على كده اهي خلاص غلت، هبتدي ايه اصفيها ونعمل ايه الخطوه الباقيه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. حط الحلة على النار، نفس الحلة صفناها. بسم الله الرحمن الرحيم، نضيف شوية مية. تمام اهو ماشي. خليها تغلي، بعد كده هنبتدي نضيف نضيف للخليط، عبارة عن كاري وملح وتوم بودر. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. تمام، عندك مرق الدجاج برضو، ممكن برضو تضيفي مكعب مرق الدجاج اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، تسيبي المية تغلي. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم، الحياد ده يرجع لك انت طبعا، تذوق الحياد بتاعه، عايز حياد اكتر تضيفي. طبعا هو المرقه فيها ملح، يعني ما تكتريش كمان الملح قوي عشان خاطر المرقه بتبقى حايده. ماشي، ممكن تضيفي برضي سنه زيت. بسم الله الرحمن الرحيم، ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني الحاجات دي انت من نفسك، الحاجات اللي بتحب تضيفيها دي فكات من عندك. تغلي الميه اهو، على بال ما اصفي المكرونه اشطفها. تغلي المية، هو بسيط وسهل، ما فيهوش اي حاجه، يعني ما فيهوش صعوبه ولا فيهوش اي تكاليف ولا فيهوش اي حاجه، هو بسيط عمايله سهله بس احسن، وحاجه مضمونه عن اللي بيشتروها الاولاد من بره. فطبعا انت تعمليها لهم في البيت بتبقى ايه بطريقه صحيه وبطريقه مضمونه، وبيحبوها الاولاد، يعني دايما بيحبوا الاندومي ويحبوا الحاجات اللي هي الخفيفه دي، فانت تعمليها لهم في البيت افضل. هتبتدي تغلي المية عشان ايه نحط ايه المكرونة. عايزة اغرف لكم اوريكم ايه الليمون بس بعد ما افضي الاندومي. تمام، بردة المهلبية اهو، شكلها جميل وشكلها حلو وخفيفة وحلوة ومغذية. في
فيها لبن وفيها يعني دسم، نسبة دسم حلوة، اللي هو لما بتضيفي لها لبن النيدو، أو مثلا لو كان عندك قشطة ممكن تضيفي، عندك كريم شانتيه ممكن تزودي برضه، تكات من عندك بسيطة كده بتدي طعم وبتدي جمال للحاجة، وتخلي أولادنا تجذبهم إن هم ياكلوا الحاجة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. هتبتدي تغلي المية خلاص. هتبتدي تغلي، هتبتدي تغلي معايا المية. طبعا اللي ضفت لها انا الملح ومرقة الدجاج والكاري، عايزة تحطي لها برضه سنة كركم ماشي مفيش مانع، ممكن تحطي لها سنة كركم لو عندك كركم حطي لها سنة كركم، هتديها طعم وتديها قيمة غذائية، بما ان الفوائد الكركم عالية برضه بتقوي الجهاز المناعي في الجسم، فممكن تضيفي لها نسبة كركم وتديها لون اجمل برضو مع الكاري. تمام، فهي كده ابتدت تغلي الميه وهتقلب، هنضيف لها ايه المكرونه بعد ما صفيناها اهو. بعد ما صفيت المكرونه ابتدت تغلي، ابتدت تغلي اهو، وهنزل عليها بالمكرونه بعد ما صفيتها اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، واسيبها الميه دي ما يعني ما تقولش ان هي كتيره، هي ممكن ايه تاخدي اللي تاخديه والباقي يقعد، عشان خاطر ايه لو قعدت شويه المكرونه دي في الحله هتبصي تلاقي المكرونه شربتها، فاحنا كل ما تكون طريه شويه احسن ما تبقى ناشفه، احسن ما تشرب وتبقى ناشفه، لكن كده حلوه الصوص بتاعها ده، الصوص بتاع الاندومي. تمام كده تغلي، تاخد لها غلوه وبعد كده ايه اصبها لكم. ماشي يا اخواتي، لما تغلي بس شوية أخذ لها غلوة عشان خاطر إيه ابتدت تغلي، ابتدت تغلي معايا، هتغلي عشان ايه عشان اوريها لكم في الطبق اهو، وانت قلوة واحدة بس عشان ايه تشرب من الحياض وتشرب من اللي هو ايه البهارات اللي حطيناها.
خلاص ابتدي تغلي. ابتدي تغلي عشان اغرف. عشان ايه؟ عشان تاخد من الايه، من الطعم بتاع الخلطه، تاخد لها غليتين يعني بس كده اهو. عشان ايه؟ تشرب من الطعم الصوص بتاعها والخلطه اللي فيها. بس كده انا طفيت عليها، استوت هي على كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نضيف لكم شوية الصوص بتاع الأندومي. الصوص وتفضلوا معانا بالهنا والشفا. تعالوا الغدا معانا، هنعزمكم معانا في الغدا النهارده ان شاء الله. ماشي. اطلع لهم الليمون ولا ايه؟ ولا تيجي تكمل على طول؟ ماشي. دلوقتي وبعد كده ايه؟ بعد ان شاء الله ما عملنا الاندومي، فضينا الاندومي، انا هوريكم ايه عمل الليمون المخلل اللي قلت لكم عليه. ماشي. ماشي اهو الليمون. اهو ايه ده هنا اهو. عشان ايه؟ ادي الليمون. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. اهو شوفوا الليمونه سليمه ازاي وصفرة ازاي وحلوه. شوفوا اهو الليمون المعصفر اهو، وسليمه الليمونه مش مقطوعه ولا اي حاجه. تمام اهو. الصلاه على النبي. تمام. بس ونقول لكم تعالوا معانا، اتفضلوا معانا هناك الغداء، عشان معايا ابني محمود هيتكلم معاكم، واتفضلوا معانا الغداء. اتفضلوا معانا يا حبايبي الغداء، وهقدم لكم ابني محمود. ماشي. ادخل كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أخواتي أعزائي في الله. بصراحة أنا مبسوط تمام يعني بوالدتي، ومبسوط بالكلام اللي أنتوا دايما يعني بتدونها حافز إن أمي تكمل معاكم، وكلامكم الجميل ودعواتكم، فبجد والله مبسوط جدا. تمام. أنا بصراحة يعني أول مرة إحنا يعني نعمل قناة. تمام. بس كنتش متخيل ان حب الناس يعني بقمة التواضع دي. تمام. وربنا يخليكم لينا. تمام. وربنا يحب فينا خلقه يا رب. فلقمة يعني ايه خفيفة كده، تعالوا فضلوا معنا الاول. فضلوا معنا. فالنهاردة ام يعني تسلم ايدها يعني عملنا بالصلاة على النبي كده، عملنا شوية عدس حلوين ورز بلبن. انتوا عارفين العدس حلو في الشتاء، المعصفر اكيد كله بيحبه، بس انا عن نفسي ما بحبش الاملاح يعني ما ليش تقول. فالاندومي انا بحبه، بس الاندومي اللي هو بيتباع بره ده ما باكلهوش، كلته مره بس بطلته يعني، شايفه مش صحي. وانا بنصح كل الشباب والاولاد الصغيرين ان هم يحاولوا يجربوه. تمام. في طرق تانية نفس الاندومي اللي بيتباع بره بالظبط. تمام. وصحي.
بس واقف هنا وشوفها. تعالوا اتفضلوا معانا، اتفضلوا معانا يا اخواتي وحبايبي، وانتم مشرفينا في القناه، وتفضلوا معانا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لقمه بسيطه كده وحاجه خفيفه. وطبعا انتم عارفين انه العدس احلى وجبه بتبقى في الشتاء، مدفيه ومغذيه وفيها كالسيوم بالنسبه للاطفال وبالنسبه للناس اللي هي كبيره في السن، فطبعا حلوه. بالنسبه للوقت اللي احنا فيه دلوقتي، نقول الحمد لله شكر لك يا رب على نعمك اللي بتجيبها لنا يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. واحلى حاجه الليمون كمان، الليمون في الشتاء بيقي من الامراض طبعا، الليمون وفي فيتامين سي وجميل حلو خالص، وبيفتح النفس جنب الاكل. تمام، هو حلو مع العدس ومع اي صنف بيبقى حلو معاه. يا محمود ما بياكلش العدس، ما بيحبش العدس دايما، يعني انا لما بعمل العدس انا بحبه بصراحه. ليه؟ لانه مفيد بصراحه بالنسبه للي زينا كده، للعظم بتاعنا والهشاشه العظام. دايما ينصح الدكتور يقول لك العدس حلو بالنسبه للناس اللي هي كبيره السن، الناس اللي بتشتكي من الهشاشه. فهو طبعا ما بيرضاش ياكل العدس، هو يعمل اي اندومي، يحب الاندومي زي الشباب اللي طالع ده كله، ملوش بالحاجات اللي هي ايه بتاع السننا دي، فيحب الحاجات اللي هي الخفيفه اللي هي اللي بنعملها لهم دي، اللي هي زي الاندومي زي الحواوشي حاجات زي كده، ملهمش في الطبيخ ولا لهمش في العدس ولا بالبصاره ولا اي حاجه زي كده. وهي الحاجات المغذيه دي، يعني هي الحاجات اللي فيها القيمه الغذائيه فعلا، يعني بديل اللحوم وبديل الحاجات دي. نقول الحمد لله سترك يا رب، وربنا يدوم علينا نعمة ويحفظها من الزوال يا رب. والله منورين اخواتي، وان شاء الله كده امي يعني دايما بتحب، دايما يعني تحب تشوف طريقه الاكلات اللي بره. تمام، بتحب يعني دايما تحب تفنن في الاكل. تمام، وان شاء الله تعدمكم يا رب. وادي معانا طريقه اللي هي ايه المهلبيه اللي عملتها. بسم الله الرحمن الرحيم. ارجوكم انكم تجربوها وتعملوها لاولادكم، ان شاء الله تعجبكم، وتقولوا لي بعد ما تجربوها تقولوا لي ايه رايكم فيها، ان كان عجبكم او ما عجبكم شيء تكتبوا لي برضه تعليق، وانا مستنيه تعليقاتكم. وانا قبلها لو كانت حلوه او وحشه، احنا بنحترم جميع الاراء. ايوه، اي اراء. بسم الله الرحمن الرحيم. المهلبيه بسم الله الرحمن الرحيم، وكل الناس فوق راسنا فوق دماغنا. الطعم جميل زي العسل.
بسم الله الرحمن الرحيم، ومغذية في نفس الوقت. وبعد كده انت لما بتضيفي لها لبن نيدو او مثلا بتضيفي لها قشطة او بتضيفي لها كريم شانتيه، بتديها قيمة غذائية وبتديها طعم اجمل. والله يعني بص، انا باكل الاندومي والله 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 كمان مرة، بص ما فيش فرق خالص تمام من الاندومي اللي بيتباع بره تمام، بس هو في فرق ان ده صحي انا بالنسبة لي يعني شايفه، والتاني ما اعرفش، بس انا دايما سبحان الله دايما الامهات ما بتحبش يعني ايه تدعم ولادها بالاكل اللي بره، دايما تحب تعملهم اكل في البيت تمام، هو ده الصح. فبجد لو الاولاد دقوا جربوا الاندومي في البيت ده الصحي، والله يعني مش هيندموا بجد، لانه بجد حلو والله. يعني احنا بنقول لكل ام بصراحه ان هي ما تشجعش اولادها على ان هم يشتروا حاجه جاهزه من بره، حاولي كل حاجه تعملها لهم في البيت، سواء شيبسي سواء اندومي، كل حاجه بسيطه بتتعمل مش مكلفه ومش بتاخد وقت منيكي. يعني العيل بيستسهل بيجيب الحاجة بسرعة، يقول لك اجيبها لسه هتعمل ماما ولسه هتكلف، لكن انما هي لو حسبتيها مش هتكلفك حاجة، لا هتكلفك حاجة ولا هتكلفك وقت ولا هتكلفك، كل حاجة موجودة في البيت. يعني انت لو عملتيها في البيت لأولادك بالعكس احسن بكثير، ضمن سلامتها وضمن الحاجة اللي عنديك وضمن نظافتها، غير انك انت يشتروا الحاجه دي الاولاد من بره ما ضمنهاش. فنتمنى انكم انتوا كل حاجه تعملوها لاولادكم في البيت موجوده، يعني طريقه الشيبسي، طريقه الاندومي، طريقه اللي هي الحاجات المقرمشات دي، انا ممكن انزل لكم فيديو للمقرمشات برضه اللي بيشتروها الاولاد برضه بطريقه حلوه وسهله، واي طريقه تعجبكم وعايزين تنفذوها اكتبوا لي وانا انفذها لكم ان شاء الله باذن الله. ما تنساش لو عجبك الفيديو دوس لايك وفعل الجرس عشان يوصلك كل وانا بشكركم بصراحه على تفاعلكم معايا وتدعيم قناتي، وبشكركم يا اخواتي يا حبايبي، وانتم اللي هتكبرونا وانتم اللي بتوقفوا معانا، فنرجو دايما كده تبقوا جنبي وتشجعوني عشان استمر معاكم ان شاء الله لو كان في العمر فيه بقيه ان شاء الله. والله وسبحان الله هو اللي دايما بيدوم، يعني مش كل حاجه فلوس لا، يعني بص سبحان الله حب الناس دي حاجة حلوة جدا، يعني بتحس نفسك ان انت مش وحيد في الدنيا، يعني بتحس نفسك انك انت يعني حاجة حلوة لما تلاقي ناس كتير بتسأل عليك، غير لما سبحان الله بيكون شخص ليه مصلحة عندك تمام، يقول لك كلمة حلوة عشان قادر يعوز مصلحة منك، لكن لما بيكون مثلا شخص حابب شخصيتك وحابب الحاجة اللي انت بتعملها تمام بصدق، فبجد دي حاجة سبحان الله بتبقى كده حاجة حافز حلو كده بتخش بيبقى جوه الانسان، بيبقى يعني بتبقى حاجة حلوة. فيا رب دايما يعني بيكم يعني، وربنا يسعد الناس كلها يا رب. آمين يا رب، آمين يا رب، ويكرم الشباب ويكرم محمود ابني ويشفي عن محمد ابني الثاني يا رب، وارجو منكم دعواتكم انه يقبل منكم ويشفي ابني يا رب ويشفي كل مريض، امين يا رب العالمين. وانا بتونس بيكم وبحب القاكم دايما وبحب اتكلم معاكم، بحبكم في الله.
لك طبقة منه كامل أكلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة أكلات أم محمود. إخواتي وحبايبي، النهاردة بإذن الله نعمل العشاء، وهو عشاء خفيف طبعا، أرنبيط وعدس طماطم مخللة زائد مخلل. ماشي حبايبي إخواتي، العدس بس بنسخن وسخين عشان خاطر العدس حلو مفيد جدا في الشتاء وبيدفي، ووجبة خفيفة احسن من الفول، يعني خفيف على المعدة شوي ومفيد جدا للناس الكبيرة اللي زي حالاتنا كده، ان هي تقوي العظام وتمنع الهشاشة، وفي نفس الوقت يدفي في الشتاء. زي ما انتم عارفين يومين البرد دلوقتي، البرد بيحب الحاجات الدافية اللي هي زي العدس، زي اي حاجة سخنة كده، عايز حاجات سخنة وحاجات خفيفة تدفي وتغذي في نفس الوقت، ويعديهم على خير ان شاء الله يومين البرد دولة، وان شاء الله ويستر ربنا معانا وعاكم. وانتوا نورتوني يا حبايبي، وانا بحبكم في الله، وانتوا بصراحة يعني انا بفرح بلقائكم بصراحة، وبالتعليقات بتاعتكم الجميلة، وانكم انتوا بتدعموا قناتي في مطبخي المتواضع ده، وبشكركم كتير، واتمنى تعليقاتكم الحلوة اللي بتبعتوها لي، وتقولوا لي على اي اكلة ولا اي حاجة بتحبوا ان انا اعملها لكم، واعملها لكم ان شاء الله باذن الله. اطلبوا اي حاجة مني. هذه العدس ممكن لو عايزة تعملي شوربة برضي حلوة في الشتاء مدفية برضو، طبعا بس بتخليه خفيف عن كده، لان ده بيتاكل بالعيش. لكن اما اللي انت عايزة تعمليه شوربة طبعا بتخليه ماهي عن كده شوية، بتضيفي له مية وبتفتي فيه، او مثلا تشربي شوربة عادية بتبقى حلوة، وجبة مغذية في الشتاء، والاطفال للاطفال وللكبار والكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.